أصيبت الفنانة سمية الألفي بحالة من الاختناق إثر اندلاع حريق داخل شقتها في نطاق دائرة قسم الجيزة، وتم إسعافها بالمكان فيما كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات الحادثة، حيث تبين حدوث ماس كهربائي أدى لاندلاع الحريق ولا وجود لأي شبهة جنائية. كان بلاغ قد ورد إلى غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، اختار من شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة تنبعث ألسنة اللهب من داخل شقة سكنية بمنطقة الدقي في الجيزة. دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة اللواء جابر بهاء بقوات الدفاع المدني مدعومة بأربع سيارات إطفاء، وبإجراء التحريات تبين إن الحريق اندلع داخل شقة الفنانة سمية الألفي على مساحة 120 متر مربع، ما أسفر عن إصابتها باختناق نتيجة وجود دخان كثيف، في حين التهمت النيران محتويات الشقة وأصيبت الفنانة بحالة اختناق وتم إسعافها بالمكان ونقلها إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية وتلقي العلاج اللازم. فرضت القوات الأمنية طوقا أمنيا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي العقارات المجاورة، وحاصرت مصدر النيران وتمكنت من السيطرة على الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.